تعال يا بضيف. ضبة وين الضبة؟ حلو. وين مصايد الطير؟ انزين. هذه هاي مصايد الطير. كف الطير، كف الطير. كف الطير. يلا عندك ابو عبد الله. السلام. وين ضبة الطير؟ ضبة. ضبة الطير. موس وين؟ موس الطير، موس المو. أوريش أوريش فطير صح. زين عبدي في بطير كي شنهم؟ إيه شو اسمه؟ فارخ قرناس. قرص فيه السنة؟ ما هديت على شيء، ما علقتوها. وين مناكب؟ مناكب الطير، مناكب الطير. أهم من ذي مستواك تعليم شلون؟ مدرسة. هذا أهم شيء. من السنة الجاية راح نعتمد اللي هو المستوى الأكاديمي مع اللي هو الهواية، فلازم تكون شد حيلك مدرسة وتكون من المتفوقين عشان تكون تحصل على المراكز المتقدمة إن شاء الله. تفوق تفوق. هذه يبقى هواية، هذه السجارة والطيور هواية. أهم شيء تحصيلك الأكاديميين.